أحياناً تغلق أمام الإنسان كل الأبواب المشروعة ويفتح له باب غير مشروع. ضعاف النفوس لك ماذا أفعل؟ أنا مضطر. طرق الكسب الحلال مغلقة، في طريق سهل للكسب الحرام. هنا الامتحان الصعب، فحينما ترى أن الأبواب كلها موصدة أمامك وفي باب واحد لا يرضي الله مفتوح على مصراعيه، اعلم أنك أمام امتحان صعب ينبغي أن تنجح فيه. كيف تنجح؟ تقرأ قوله تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. والله أيها الإخوة، لو لم يكن في القرآن الكريم إلا هذه الآية لكفت. ومن يتق الله يجعل له مخرجا. المؤمن الصادق لو أن كل أبواب الحلال مغلقة باب الحرام مفتوح يقول: معاذ الله، إني أخاف الله رب العالمين. فحينما يعلم الله منه هذا الورع وهذا الحرص على طاعة الله يفتح له الأبواب المشروعة على مصالحه. أنا أقول أي إنسان يعاني من ضائقة مادية، من مشكلة صحية، من مشكلة اجتماعية، من مشكلة في العمل، من مشكلة في البيت، عليه بهذه الآية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. وزوال الكون أهون على الله من ألا يحقق وعوده للمؤمنين. ورد في بعض الأحاديث أنه ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه ودنياه. هذه القاعدة قاعدة ذهبية كما يقولون، قانون: ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه في دينه وفي دنياه. تركت هذا المنصب لله، تركت هذه الصفقة الكبيرة لأن فيها شبهة، تركت هذا المكسب الكبير لأن فيه شبهة، تركت هذا العمل لأن الله لا يرضى عنه. ما ترك عبد شيئا لله إلا عوضه الله.